لكن قبل كل شيء خلينا نستسمحك انا وياك نمشيو للنرويج الان. معنا عبر الهاتف وعن طريق الزوم سعاده سفيره تونس بنرويجيا امال بن يونس. سعاده سفيره اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير لألفة، وتحية عطرة من النرويج لكل المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارجه إن شاء الله. صباح الورد، نورتنا بوجودك، تحية كبيرة ليك سعادة السفيرة، كذلك تحية لكل جاليتنا المقيمة هناك، نعرفوا عن جالية محترمة غاديكا. لو تسمح سعادة السفيرة نبدأ ناخذ بعض، معناها بعض النقاط اللي باش نحكيو فيهم اليوم. نبدأ من أهم نقطة، الدورة الثانية للمشاورات الثنائية التونسية النرويجية، تفضل الكلمة ليك. شكرا على إتاحة الفرصة. في الحقيقة هذه محطة هامة في العلاقات الثنائية، الدورة الثانية للمشاورات الثنائية لتونس والنرويج بإشراف السيدة كاتبي الدولة للشؤون الخارجية من البلدين اللي التأمت في تونس في 18 سبتمبر. كانت في الحقيقة مناسبة هامة لتقييم المستوى العلاقات والتعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين، وكذلك لتبادل وجهات النظر في المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإن شاء الله تكون يعني محطة هامة ودفع جديد للتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والإنمائي. إن شاء الله. نمشي لنقطة ثانية لو تسمح، الديناميكية الاقتصادية الجديدة بين البلدين وإحداث مجلس أعمال تونسي نرويجي بإشراف لوتيكا. إيه، كما تفضلت لألفة، فما هي ديناميكية قاعدة تتنامى، يعني مش جديدة لكن قاعدة تتطور بشكل مطرد، واللي من أهم تجلياتها أولا افتتاح كاتب الدولة النرويجي كيف جاء لتونس في لمشروعين هامين في الحقيقة، هما إنجاز محطتي توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية اللي تشرف عليهم شركة نرويجية، لكن بالتعويب الأساس على كفاءات تونسية في كل من توزر وسيدي بوزيد، واللي تخلي النرويج شريك هام في الحقيقة لتونس لتسييم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. هذه إحدى الجوانب واللي تخلي مثلا شركة نرويجية هذه من أكبر الفاعلين الاقتصاديين في مجال الطاقة المتجددة. لكن أيضا كما تفضلت تم الإعلان على إنشاء مجلس أعمال تونسي نرويجي اللي يضم الشركات النرويجية اللي قاعدة تنشط في تونس بإشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا، اللي نوجه لهم تحية بالمناسبة. هم يعني قاعدين يساهموا في الديناميكية هذه الاقتصادية وقاعدين يعارضوا في جهود السفارة. إن شاء الله باش يكون الإطلاق الرسمي، يعني البروتوكول، توقيع البروتوكول الخاص بالمجلس في ديسمبر 2024، واللي إن شاء الله زاد سيشهد يعني مبادرة أخرى هي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين لوتيكا يعني ومنظمة الأعراف النرويجية كونفدرالية المؤسسات النرويجية، واللي هي شراكة بطبيعة استراتيجية الحقيقة بين المنظمات، يعني تمتد على عديد السنوات، لكن إن شاء الله باش تشهد نقلة نوعية بفضل توقيع الاتفاق هذه متعدد السنوات اللي يشمل الفترة بين 2025 و2029، وعنده عديد البنود وعديد التجليات اللي ما تنجم تكون كان تعطي دفع جديد للشراكة الاقتصادية التونسية النرويجية، اللي إن شاء الله تزيد تشهد مزيد من التطور. إن شاء الله موافقين بإذن الله. لو تسمح سعادة السفيرة ناخذ فكرة عن نشاط السفارة في العموم، وكذلك تطوير النشاط القنصلي والعناية بالجالية وخاصة كفاءتنا اللي موجودة غاديكا. شكرا لألفة. هو في الحقيقة المبادرات اللي حكينا فيها الكل هي نتاج لتضافر عديد جهود، منها خاصة جهود مبادرات السفارة هون في النرويج، اللي هي تخدم الولايات الوطنية وتخضع لبرنامج عمل موجه صادق عليه وزارة الشؤون الخارجية، واللي يشمل عديد المجالات في الحقيقة، يعني من يعني خاصة هناك المجال التقليدي كان حبينا معناها لتعزيز المشاورات وتبادل الزيارات، لكن فما تركيز خاصة للتعاون الثقافي والاقتصادي. مثلا على سبيل المثال ما فماش عام
ما تكونش في حضور تونس متميز في القمة الاقتصادية اللي نسميها Nordic African Business Summit اللي كل سنة تلتئم هوني في أوسلو. لازم السفارة تحرص أن يكون فما خبير ولا فاعل اقتصادي تونسي يحكي فيه على تونس وعلى فاق الاستثمار الواعدة في تونس وعلى الكفاءة التونسية. هذايا إلى جانب تركيزنا خاصة على السياحة والترويج للوجهة التونسية، الوجهة السياحية التونسية، اللي في الحقيقة بالتعاون والشراكة الوثيقة مع مكتب السويد للديوان الوطني للسياحة اللي نحييهم بالمناسبة، فما عديد المؤثرين النرويجيين وعديد وكالات الأسفار اللي قاعدين تتم استضافتهم واللي قاعدين يساهموا بشكل ملحوظ في تطوير السياح والتدفقات السياحية النرويجية باتجاه تونس. كما تفضلت زيدا، القسم القنصلي واللي احنا في الحقيقة معناها قاعدين نوليوه اهتمام خاص واللي السفارة انخرطت فيه في المجهود الوطني للعناية ومزيد العناية بالجالية التونسية في النرويج وإيسلندا، لأننا نغطي زادة إيسلندا بجميع فئاتهم وبجميع شرائحهم، واللي نحييهم بالمناسبة من منبر هذا منبركم. واعي فهناك عناية خاصة للكفاءات التونسية في الحقيقة، اللي نوجه لهم زيادة تحية خاصة واللي احنا فخورين بهم واللي هما في الحقيقة همزة توصل بين المؤسسات متاعهم وجامعاتهم وشركاتهم بينهم وبين تونس. يعني فما وازع وطني خاص قاعد يدفع فيهم باش يزيدوا يطوروا التعاون بين البلدين وبين مؤسساتهم. مثلا هناك عديد قصص النجاح في الحقيقة اللي بالك الوقت ما يسمحش باش نزيد نشير لهم. مثلا مثالش، عطينا حتى مثال. مثالش اي فما مثال نحب نوجهوني، مثلا فما سفينه سياحيه هي الحق في البحيره وجزيره اشكل، اللي هي نتاج التعاون علمي بين تونس و الكفاءات التونسية ومركز أهم مركز البحوث الحقيقة في دول شمال أوروبي سينتاف، اللي هي سفينة تشتغل وفريدة من نوعها في الحقيقة في الشرق الأوسط وتونس، تشتغل بالطاقة الكهربائية المتأتية من الطاقة الشمسية، واللي كان الفضل فيه والفكرة يرجع لكفاءة تونسية في الحقيقة. نحيي من هوني سي معز جمعة اللي يخدم في سينتاف واللي هو اللي شجع على ترسيم هالمشروع هذي، اللي إن شاء الله ينجم يكون ثورة حتى في استغلال الطاقة الشمسية للنقل البحري في تونس. يعني حبيت نشير له هذه يعني قصة من عديد قصص النجاح في الحقيقة اللي احنا فخورين بهم كفاءاتنا، واللي فما تنجم يكونوا توجه خاص توا السنوات الأخرى، فما طلب خاص على الكفاءات العلمية التونسية من الشركات العملاقة النرويجية ومراكز البحوث والجامعات. فما في الحقيقة طلب خاص قاعد يتطور على الكفاءات التونسية، اللي ما نجم يكون كان تأكيد لكفاءات يعني أبناء وبنات تونس اللي احنا نفتخر بهم وندعمهم في الحقيقة. أكيد تحية كبيرة كبيرة برشا كفاءتنا التونسية أينما كانوا. نختم بالحدث اللي أكيد يعيشوه التوانسة الكل في تونس وخارج تونس إن شاء الله تخي بيانتو، الانتخابات الرئاسية. شنو حضرتوا للحدث هذية وخاصة دعوة الجالية للإقبال على الانتخابات باش نقوموا بواجبنا تجاه بلادنا إن شاء الله؟ شكرا للألفة. هو في الحقيقة السفارة بالتعاون الوثيق مع الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قاعدين يوفروا في جميع الظروف الملائمة باش المواطنين والمواطنات يؤديوا في أحسن ظروف واجبهم الانتخابي، وندعوهم يعني في منبركم للحضور بكثافة والمشاركة وممارسة حقهم واجبهم الانتخابي في مكتب الاقتراع اللي باش يكون في مقر السفارة في أوسلو أيام 4 و 5 و 6 أكتوبر المقبل، وإن شاء الله يلبيوا نداء الواجب ويحضروا بكثافة ويمارسوا حقهم واجبهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الوطني الهام. بإذن الله. شكرا لك، شكرا جزيلا سعادة سفيرة تونس بالنرويج مدام أمال بن يونس، يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي إن شاء الله يوفقكم في مهمتكم.